السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبنا المشتركين معانا في القناة، حبيبنا جوه مصر، حبيبنا بره مصر، إن أحبكم جميعا في الله. النهاردة إن شاء الله أول فيديو تأكيل يدوي لمين بقى سميناهم إيه؟ معلش يا شباب قبل ما أنسى هكون عايزين نطمن طبعا على الزغلول الصغير أهو، بسم الله ما شاء الله اللهم زيد وبارك، الزغلول الصغير أهو حي يرزق، بسم الله ما شاء الله. أنا كنت خايف عليه أوي أول الفيديو اللي فات ده، لان هو كان فعلا ضعيف، فبسم الله ما شاء الله دلوقتي اتحسن جامد اهو، بسم الله ما شاء الله اللهم زيد وبارك، وجلده بدا ينعم لان جلده كان ناشف جدا، وبسم الله ما شاء الله. وهو ده اللي انا ايه كنت خايف منه، كنت خايف عليه، بس الحمد لله يبقى زي الفل اهو، والدنيا زي الفل اهو، بسم الله ما شاء الله. وادي اخواته التانيين اهم، بسم الله ما شاء الله اللهم زيد وبارك اهو، دول تحت ايه، تحت الام والاب. طبعا لما احنا شلنا اخواته الكبار واكلناهم يدوي، هم الاهالي اهتموا بيهم والدنيا بقى معاهم زي الفل. بص بسم الله ما شاء الله، بص الريش بقى عامل ازاي، بص بقى ناصح ازاي، بسم الله ما شاء الله اللهم زيد وبارك. يلا بينا بقى نخش على التاكيل اليدوي عشان نعرف الدنيا فيها ايه، سمينا اسامي ايه، اخترنا ايه من التعليقات، وكمان في مفاجاه جميله جدا جدا، ان هم زغلولين احنا خليناهم 3 زغاليل، وهقول لكم الزغلول الثالث اللي احنا ضفناه اسمه ايه وشكله عامل ازاي كل ده، واحنا بناكل دلوقتي. يلا بينا نروح ناكل العصافير بتاعتنا ونشوف اخترنا اسماء ايه. هل لك سر عند الله بينك انت وبين الله؟ احنا عندنا جوز زغاليل، طبعا زي ما حضراتكم تابعتوا معايا في الفيديو اللي فات خدناهم نربيهم يدوي، عندنا جوز الزغاليل اهو، بسم الله ما شاء الله اللهم زيد وبارك، وكمان جبنا عليهم ضيف جديد اهو، بص 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 خش جوه يا بص بص بص، وادي الضيف الجديد اهو، ده فرد لاتيني استرالي لاتيني عادي تمام. طب وده هم جعانين طبعا جدا جدا، بس انا ما رضيتش اكلهم غير اكلهم قدام حضراتكم برضك عشان يبقى واخدين فكره. بص 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 ده، بص يا عم اكلني يا عم، يا عم سيبني يا عم اهو خليك، طب خليك دلوقتي، خليك دلوقتي، استنى بس كده هشرح بس ادوات التاكيل واجي لك على طول، خش جوه، خش خش. بص يا شباب احنا هنعمل دلوقتي، عندنا التاكيل بتاعنا اللي هو مستر ميكس تمام، عندنا هنا دي ميه دافيه، عندنا هنا ديت اكلت البيض مستر ميكس مع الميه الدافيه في الاع في الوعاء ده، وعندنا ديت السرنجه اللي انا باكل بيها، بسم الله ما شاء الله افضل سرنج التاكيل، يعني مش عايز اقول لك عالميه، بفضل الله بقى لها سنين معايا شغاله زي الفل اهي، طبعا كله عارفينها. وعندنا هنا المعلقه بنقلب بيها تمام. اول حاجه نعمل ايه، ناخد العيار بتاعنا ازاي، ناخد العيار بتاعنا باللي احنا هناكله، احنا مثلا عندنا هنا 1 2 3، عندنا 1 2 3، عندنا 3 فروخ، قول الفرخ منهم هياخد مثلا 5 سنتي، احنا عندنا هنا السرنجه اهي دي 5 سنتي، هنا 10، هنا 15، يبقى ناخد 15 بس، 15 سنتي ميه اهو، 15 سنتي ميه تمام. كام كده لسه اهو، دول كده ايه 15 سنتي ميه زي الفل. بعد كده ابدا احطهم هنا ايه، طبعا الحاجات دي كلها مغسوله ومعقمه زي الفل تمام. كده احنا خدنا العيار بتاعنا بالسرنجه، العيار بتاع الميه الدافيه خدناه بالسرنجه، نفتح مستر ميكس من افضل انواع التاكيل اللي هي يعتبر رخيصه مصري بس ممتازه 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 بفضل الله اهو. ناخد شويه كده ونبدا نحط اهو، اصبر هاكلك، اصبر يا حبيبي اصبر، حاضر يا بابا حاضر اهو، بص ونقلب كده كويس كده، عشان انا باكل طازه في طازه عشان الاكل ما يزيدش مننا تمام، واخدين بالك، يعني انا كده باكل طازه في طازه عشان الاكل ما ايه ما يزيدش مننا. اصبر اصبر، انت هتنتحر وهترمي نفسك من العيش، اصبر 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 اهو كده خلاص، خلصنا قلبنا اهو زي الفل. نبدا بقى ايه نسحب السرنجه بتاعتنا، يا جماله يا جماله، كل حاجه سهله بفضل الله ومية مية. احلى حاجه في مستر ميكس ده ان هو قوي جدا جدا كتغذيه، حلو قوي قوي للريش، وكمان بيعدي من السنين الضيقه تمام. هنطلع بس نفرغ الهواء اهو اهو زي الفل، بس كده نبدا بقى ايه ناكل الامور ده. تعال يا جميل، تعال 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 تعال، بس 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 بس، بيقعد ازاي شاب، بيقعد ازاي اهو، بسم الله ما شاء الله. بص يا شباب لما نيجي ناكل بمنتهى البساطه، هنمسك بس الزغلول كده اهو، اهو راسه بين صباعه السبابه والابهام، انا ما بقرص خلي بالك، انا خفيف خالص برقه خالص، بصي وهو دخل المفصل من الشمال لليمين، عايز تحط كده من غير ما تدخل اهو، يعني انا بص اهو لسه بره، بص اهو عايز تحط بس يا دوبك بس ايه اول السن كده وابدا ادوس اهو، بص بيبلع، بص
اهو بيبلع معايا اهو، بص اهو بيبلع تمام. طيب في حل تاني اسهل واسرع اعمله اهو، اشيل بس الكام نقطه دول اللي احنا نزلناهم اهم اهو. في حل اسهل واسرع اعمل ايه؟ ابدا ادخل المبسم ذات نفسه. المبسم ده في ادي كوره اهي في الاول، الكوره دي ما بتجرحش العصفور من جوه اهو، وابدا ايه ادخل كده. بص ما ادخلش جامد، المبسم ده ينفع للكوكتيل عشان طويل، فانا مش هدخله كله. وبعد كده ابدا ايه ادوس اهو، بص اهو اسيب كده اهو، اديني بنزل اهو. بص بياكل بالراحه و100 100 وزي الفل اهو، بص عمال يبلع اهو. يا جمال ويا جمال، وبسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. اديله كام بقى؟ اديله 5، احنا كنا حاطين 15 اهو، انا كده نزلت لحد ال10 زي الفل بس كده. طيب الخمسه دول يكفوا؟ الخمسه دول يكفوا زي الفل اهو، الحوصله ما اتملتش قوي. انا لما باجي اكل ما بملاش الحوصله قوي علشان ادي فرصه لان الزغلول يبدا يتنفس ويبدا يهدم بمنتهى السهوله. زي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه، ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك، تمام؟ فاحنا بنتعامل نفس مع الطيور نفس اللي احنا بنتعامله للبني ادمين، لما اجي اكل ما اشبعش العصفور لحد الاخر، اخلي الحوصله نص بس، وبعد كده اول ما الحوصله تفضى ارجع اكله تاني. بمنتهى البساطه الموضوع سهل وبسيط. بص هو هيدي ازاي؟ الاول كنت احط له ايده كده كان بيعضها، دلوقتي بعد ما اكل واحساس السبع جاله، بص بقى زي الفل وايه وجميل اهو، بسم الله ما شاء الله اللهم زد وبارك، تمام. ندخله بقى جوه العش بتاعه ونجيب اخوه، تعالى يا جميل، بسم الله ما شاء الله اللهم زد وبارك. طبعا حبايبنا في التعليقات في الفيديو اللي فات قالوا لي على اسماء كتير جدا، وانا طبعا لما قريت التعليقات كلها، واحسن تعليق او احسن اسم انا اخترته اللي هو اسم فستق وبندق، فستق وبندق. على فكره الاثنين دول طالعين دكرين، فهو هيطلع ايه؟ فستق وبندق اهو، بسم الله ما شاء الله. بص انا ما بدخلش السن لحد الاخر، دخلته من الشمال، من شمال العصفور ونزلت في يمينه، يا دوبك بس الحته اللي هي ايه اللي فيها الثانيه دي بس، انا مش عايز ادخل كله اهو تمام. وببدا انزل الخمسه سنتي اهو، بسم الله ما شاء الله. بص بص بياكل، بص بسلاسه ازاي اهو اهو اهو، بسم الله ما شاء الله اللهم زد وبارك. انا عايز اخلي العصفور واقف كده، جسمه واقف وانا باكل مش انومه كده. انا ده اعطيته 5 سم اهو، بسم الله ما شاء الله اللهم زد وبارك، زي اخوه بالظبط اهو. العصفور كل و100 100 وبدون اي قلق، والدنيا زي الفل معانا اهو. يا جمال ويا جمال، بسم الله ما شاء الله اللهم زد وبارك، من غير ما نبهدل الدنيا، والدنيا سهله وبسيطه. التاكيل ده سهل جدا جدا جدا، بس هي محتاجه تعود بس، كل ما تتعود بسم الله ما شاء الله اللهم زد وبارك. طيب عندنا هنا بقى الضيف الجديد اللي احنا برضو عايزين من حضراتكم تنزلوا تكتبوا تعملوا لنا اسم ليه اهو، ده عصفور لاتيني عين حمراء تمام، مش انجليزي، دول انجليزي انما ده لاتيني عادي نورمال تمام. هندخل ده كده عند اخوه ونبدا ناكل ده. ده بقى عشان لسه صغير هيبان الحوصله بتاعته اول حضراتكم اهو، بص يا غالي، بص الحوصله فاضيه خالص اهي تمام. هنبدا نديله ال 5 سم، هنعمل ايه بس؟ انا عايز اقلب بس الاول اهو، هنبدا ننزل ال 5 سم دول ونقلب كده ونسحبهم تاني زي الفل زي الفل. هيبقى عندنا احنا هنا هوا، هبدا اطلع الهوا ده من السرنج اهو، انا كده طلعت الهوا من السرنجه زي الفل تمام. هبدا بقى ايه اكل، هناكل زي ما احنا اتفقنا اهو، احط ده كده بالراحه خالص اهو اهو، بسم الله ما شاء الله. يا جمال ويا جمال، بص الحوصله بقى، ركز معايا وبص الحوصله اهو. بص يا بطل، بص انا عادل ايدي ازاي بالزغلول، الزغلول مش نايم. بص بص عمال ياكل ازاي، بسم الله ما شاء الله. بص يا جمال ويا جمال، ابلع يا معلم، ابلع يا برنس، ابلع ابلع يا برنس اهو، ابلع. انا كده اكلت ال 2 سم ونص، لسه فاضل 2 سم ونص تمام، بس انا بدي له راحه عشان اعلمك الدخول والتدخيل السن وتطلعه بمنتهى السهوله اهو، بسم الله ما شاء الله اللهم زد وبارك. تعالى يا جميل، اهم حاجه وانت بتتعامل مع الحاجات دي رقه 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 خالص. في ناس بتاكل من على سن المعلقه بره وده زي الفل، وفي ناس بتاكل بتدخل السن زي ما انا بدخل. انا بعودك الصعب الاول، انا بعلمك الصعب الاول، وبعد كده التاكل بالمعلقه هعلمه لك برضك، والله ما هسيبك. بص انا هخليك محترف تاكل يده بفضل الله تمام اهو. نبدا بقى ندخل برضك اهو، يفتح يا جميل اهو، يا جمال ويا جمال، يلا حط ال 2 سم ونص بتوعه اهو اهو اهو، يا جمال ويا جمال. وكده خلاص خلصنا السرنجه، بص بقى الحوصله اهي، بص يا بطل الحوصله زي الفل اهي، اتملت اهي وزي الفل، انا ما مليتهاش لحد الاخر يعني حته فاضيه اهي تمام اهو. وادي الزغلول اهو زي الفل، مفيش حاجه ولا رجع ولا احنا تعبناه، وكمان في شويه فضلات اهو هنشيلهم اهو اهو. يلا يا جميل، نظفناه كمان وزي الفل اهو. الرقه
تتعامل مع العصفور برقه وبمنتهى الحنيه تاكله، هيبقى بص معاك سعيد جدا جدا. قبل الاكل حاجه وبعد الاكل حاجه. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. بسم الله ما شاء الله. هم دلوقتي كده كلهم كلوا فبطلوا بقى ايه صويت. الاول قبل ما ياكلوا كانوا بيصوتوا اهو. بسم الله ما شاء الله. دلوقتي بسم الله ما شاء الله الدنيا ايه هاديه معاهم. خلاص بقى شبعوا بقى، الشبع الشبع دفى اهو. الجوع ساعة والشبع دفى. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك، اللهم زد وبارك اهو. يا جماله يا جماله. يبقى احنا عندنا بقى ايه؟ فستق وبندق، وده اللاتيني ده عايزين له اسم. يا ريت بقى في التعليقات تنزلوا تكتبوا لي اسم للعصفور اللاتيني. وعندنا هنا فستق وبندق. طبعا بما ان الفستق شكله افتح من البندق فهنخلي ده فستق وده بندق. تمام؟ ده فستق وده بندق. تمام؟ اهو بسم الله ما شاء الله. كده احنا خلاص احنا هنديهم على اسمهم ده على طول لحد ما يكبروا ان شاء الله. وان شاء الله باذن الله برضك هعمل لكم فيديو تاني واحنا بناكل والنمو ازاي والدنيا زي الفل. اهم حاجه في التاكيل بتاعك اللي احنا بناكل، انا باكل بقالي يومين ثلاثه طبعا، جوعتهم عشان اكلهم قدام حضراتكم. تبص تمسك العصفور كده اهو، العصفور نشيط بص بيتحرك قدامك، مع ان دول لسه واكلين يعني المفروض اصلا يقفوا، وكمان واقفين على بلاستيك يعني بص مش عارفين يمشوا، بس الفكره العصفور نشيط، العصفور فيه نمو، العصفور فيه اهو. تعالى بس راح فين؟ راح فين؟ تعالى هنا هو فين؟ العصفور الاكل فيه نمو، بيكبر الريش بتاعه بيطول. هو ده المطلوب لما اجيب تاكيل يدوي، يكون فيه نتيجه، يكون فيه ريش طالع. انا مش اجيب تاكيل يدوي والحاجه تفضل مقفعه او حاجه ناشفه قدامي، يبقى كده التاكيل ده مش حلو. عشان كده بفضل الله شغالين بالتاكيل دوت مستر ميكس، جميل جدا جدا وممتاز وزي الفل. انا فتحت لكم علبه مخصوصه اهي، بس انا عندي علبه ثاني شغال بيها. ربنا ان شاء الله يرزقكم الاحسن وان شاء الله خيرا، وانتظرونا ان شاء الله اهو، انتظرونا ان شاء الله في الحلقات القادمه. ويا ريت تعملوا لي اسم زي ما احنا اتفقنا في التعليقات للامور ده اللي اتينا ابو عين حمراء الجميل ده اهو. تمام؟ علشان خاطر نعمل له اسم زي اخواتي. عندنا هنا دوت فستق وعندنا دوت بندق، وان شاء الله خيرا للجميع. تحياتي ليكم، تحياتي لكم، وان احبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.